السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في الدرس الخامس للصف الرابع. عنوان درسنا اليوم هو كرة السلة، التصويب من الثبات والحركة. في البداية دعونا نقوم بمجموعة من التمارين لإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال المهارة. المشي حول الصالة مع فرد الذراعين جانبا، المشي على أطراف الأصابع مع فرد الذراعين جانبا، الزحلقة الجانبية، الحجل مع ثني الذراعين وثبات الكفين على الجذع. والآن مع تعدية الحواجز، الجري المتعرج بين الأقمع، الفتح والضم داخل الأطواق، الصعود والنزول على الستبس، القفز فوق الحواجز، ومن وضع الانتشار، من وضع الوقوف التوقيت بالمكان لثماني عدات، من وضع الوقوف الجري بالمكان ثم التدرج بالسرعة لثماني عدات، الفتح والضم مع فرد الذراعين جانبا وعاليا لثماني عدات. من وضع الوقوف فتحا فرد الذراعين أماما مع ثني وفرد الركبتين لثماني عدات. من وضع الوقوف فتحا الطعن الجانبي لثماني عدات. ثم العكس للجانب الآخر لثماني عدات أيضا. من وضع الوقوف فتحا ثني إحدى الذراعين وثبات الكف على الجذع مع فرد الأخرى للأعلى وميلان الجذع جهة اليمين لثماني عدات. ثم العكس للجهة الأخرى لثماني عدات أيضا. من وضع الجلوس فتحا تشابك الأصابع وفرد الذراعين للأمام مع ميلان الجذع للأمام لثماني عدات. والآن سوف نقوم بإعداد بدني خاص يساعد في تهيئة وتقوية العضلات التي تشترك في الأداء الحركي لمهارة اليوم. الوقوف وفرد إحدى الذراعين للأمام مع ثني الرسق للأعلى وللخلف باليد الأخرى لأربع عدات ثم العكس. الوقوف وفرد إحدى الذراعين للأمام مع ثني الرسق للأمام وللأسفل باليد الأخرى لأربع عدات ثم العكس. الوقوف وثني الذراعين ووضع الكفين على الكتفين وعمل دوران للكتفين للأمام لثماني عدات ثم للخلف لثماني عدات. استخدام كرة السلة، الوقوف فتحا ورمي الكرة باليدين من مستوى الحوض للأعلى ولقفها لثماني عدات، القفز بالقدمين معا فوق كرة السلة حتى الوصول إلى النهاية. تقام مباريات كرة السلة في ملعب مستطيل الشكل، ويكون طول الملعب 28 مترا ويطلق عليه اسم الحد الجانبي، ويكون عرض الملعب 15 مترا ويطلق عليه اسم الحد النهائي، وهناك خط المنتصف وهو يقسم الملعب إلى نصفين متساويين، وتوجد دائرة في منتصف الملعب ويطلق عليها اسم دائرة المنتصف وهي التي تبدأ منها المباراة، وهذا هو خط الرمية الثلاثية، وتحتسب التصويبة بنقطتين إذا تم التصويب داخل خط الرمية الثلاثية، وتحتسب التصويبة بثلاث نقاط إذا تم التصويب خارج خط الرمية الثلاثية، وهذا هو خط الرمية الحرة، وتحتسب التصويبة بنقطة في حال تصويب الرمية الحرة. يعتبر التصويب من المهارات الهجومية الأساسية في كرة السلة، وهناك نوعان من التصويب،
التصويب من الثبات والتصويب من الحركة، وتسمى التصويب السلمية. تؤدى مهارة التصويب من الثبات بوقوف المتعلمة مواجه للسلة والقدمين باتساع الكتفين مع تقدم إحدى القدمين للأمام، وتوضع الكرة على أصابع اليد المصوبة مع ثني الذراع، وتعمل اليد الأخرى بسند الكرة من الجانب، ثني الركبتين قليلا للمساعدة في قوة دفع الكرة للسلة، وعند التصويب مد الركبتين مع فرد الذراع المصوبة أماما عاليا. أما مهارة التصويب من الحركة تؤدى باقتراب المتعلمة من السلة باستخدام خطوات كبيرة، وعند الاقتراب يجب أن تحتفظ بالكرة أمام الجسم وإلى الأعلى، ويجب أن تكون الأصابع خلف الكرة أثناء التصويب، وتكون اليد المصوبة أقرب ما يمكن للسلة في أعلى ارتفاع لها، وتركيز النظر على النقطة المحددة للتصويب أثناء توجيه الكرة بالأصابع. سوف نتعلم الآن طريقة أداء التصويب من الثبات. القدمين باتساع الكتفين وتقدم إحدى القدمين للأمام. توضع الكرة على أصابع اليد المصوبة وسندها باليد الأخرى. ثني الركبتين قليلاً وعند التصويب فرد الركبتين مع فرد الذراع المصوبة أماماً عالياً. والآن سوف نقوم بأداء المهارة باستخدام الكرة على الحائط مع محاولة التصويب داخل الطوق. تبدأ المتعلمات بأداء المهارة على التوالي حتى تتمكن من إتقان المهارة وإحراز هدف. أحسنتم، والآن دعونا نشاهد المهارة بالشكل البطيء. بعد تعلم مهارة التصويب من الثبات، نبدأ بتعلم خطوات التصويب من الحركة، وهي التصويب السلمية. والآن سوف نقوم بأداء مهارة التصويب السلمية باستخدام الأدوات وبدون كرة. دعونا نشاهد التمرين السابق بالشكل البطيء. بعد تعلم خطوات التصويب السلمية، سوف نقوم بتكرار التمرين السابق باستخدام الكرة. والآن سوف نقوم بتكرار التمرين السابق بدون أدوات مع محاولة إحراز هدف. أحسنتم، والآن فلنطبق ما تعلمناه معا بتدريبات متنوعة. التدريب الأول، التصويب من الثبات. رائع، والآن التدريب الثاني، أداء التصويبة من الحركة. رائع، أحسنتم، لقد قمتم بأداء جميع المهارات بشكل جميل جدا. وفي الختام دعونا نقوم بمجموعة من التمارين تساعد على تهدئة الجسم وإعادته لحالته الطبيعية.
الوقوف مع ثني الذراعين وثبات الكفين على الجذع، ميل الرأس لليمين ثم اليسار بالتبادل. ثم ميل الرأس للخلف وللأمام بالتبادل. الوقوف مع فرد إحدى الذراعين جانباً وسندها باليد الأخرى والثبات. ثم العكس. الوقوف فتحاً مع ثني إحدى الذراعين وفرد الأخرى للأعلى وميلان الجذع لليمين والثبات. ثم العكس والثبات. من وضع الوقوف فتحا والطعن الجانبي والثبات. ثم العكس للجهة الأخرى والثبات. من وضع الجلوس الطويل تشابك الأصابع وفرد الذراعين للأمام ومحاولة لمس أمشاط القدم. إلى اللقاء أصدقائي في حصة أخرى من حصص التربية البدنية.